السؤال الثالث من التدريب صفحة 60 يقول: السؤال الثالث أثبت صحة المتراجحة. لدينا المتراجحة الأولى x زائد x مكعب على 3 أصغر أو تساوي تانجنت x، والمتراجحة الثانية تانجنت x أصغر أو تساوي x زائد تان x والكل التكعيب على 3. هنا في المتراجحة الثانية تان x والكل التكعيب هو نفسه تان مكعب x. نعم، أثبت صحة هاتين المتراجحتين على المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2. أثبت صحة المتراجحتين x زائد x مكعب على 3 أصغر تساوي تانجنت x، هي المتراجحة أولى، والمتراجحة الثانية تانجنت x أصغر تساوي x زائد تان x والكل التكعيب على 3 في حالة x تنتمي إلى المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2 المفتوح. ثم استنتج من استعمال مبرهنة الإحاطة والمتراجحتين السابقتين إثبات أو حساب قيمة هذه النهاية، نهاية تانجنت x ناقص x على x مكعب لما x تسعى إلى الصفر بقيام أكبر. إذن راح نتناوله المتراجحة تلو الأخرى ونقوم بإثباتهن على مجال الدراسي من الصفر المغلق حتى البيعة 2 المفتوح. طبعا لدي المتراجحة الأولى، انظروا إثبات صحة المتراجحة الأولى x زائد x مكعب على 3 أصغر أو تساوي تانجنت x. ننقل حدود المتراجحة إلى الطرف الأيسر، إذا نقلنا الحدود راح أحصل على x زائد x مكعب على 3 ناقص تانجنت x أصغر أو تساوي صفر. هذا الطرف الأيسر راح سميه دالة fx وأدرس اضطراد هذه الدالة على المجال من الصفر المغلق حتى البي عتني. إذا انظر، ننقل جميع حدود المتراجحة إلى الطرف الأيسر، نقلناهن حصلنا على الشكل x زائد x مكعب على 3 ناقص تان x أصغر أو يساوي الصفر. أسمي الطرف الأيسر دالي ولتكن fx التي تساوي x زائد x مكعب على 3 ناقص تانجنت x. نعم، نفرض الدالة أو هذه الدالة أو والمثبت أن f x أصغر أو تساوي الصفر. مو هاي الطرف الأيسر سميتها دالة f x، هلق راح أثبت أنه f x أصغر أو يساوي الصفر. كيف راح أثبت أن f x أصغر أو يساوي الصفر؟ أريد الإجابة منكم، كيف سوف أثبت؟ ممتاز، راح أدرس اضطرادها على المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2 المفتوح. ندرس اضطراد الدالة على المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2، راح نشتقها مو هيك؟ الفتحة x تساوي، راح أدرسها على المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2 مع بعض لو يكون مشتق ال x ماذا يساوي؟ واحد. ثلاثة. التلت ما له علاقة بالاشتقاق. ثلاثة x مربع. راحت تبقى عندي x مربع ناقص مشتق الثاني ماذا يساوي طلاب؟ واحد زائد تان مربع. ممتاز. ناقص واحد زائد تان مربع x. هذا مشتق. بدخل الناقص على القوس، انظروا جميعا، واحد زائد x مربع ناقص واحد الزائد بالناقص أو الناقص بالزائد ناقص تان مربع x زائد واحد راحت مع الناقص واحد، بقى عندي x مربع ناقص تان مربع x. هذه هي صيغة المشتق، الفتحة x تساوي x مربع ناقص تان مربع x. نعم، هلأ راح أدرس إشارتها، راح أعدمها. حل المعادلة، الفتحة x يساوي الصفر، هذا يؤدي x مربع ناقص تان مربع x يساوي الصفر. هاي راح أتذكر بالمتطابقة التربيعية الثالثة، فرق مربعي عددين، اي مربع ناقص ب مربع هي اي ناقص ب زائد ب، يعني x ناقص تانجنت x ب x زائد تانجنت x
يساوي الصفر. إما إكس ناقص تانجنت الإكس يساوي الصفر، هذا يؤدي إكس يساوي تانجنت الإكس. ما هي الزاوية التي تساوي التانجنت؟ صفر. ممتاز. صفر. تساوي الصفر. أحسب اف الصفر، أحسنتي. اف الصفر تساوي، خلوكم معي جميعا، هاي عبارة اف الإكس، صفر زائد صفر ناقص تانجنت الصفر صفر، مثل ما قالت زميلتنا، اف الصفر يساوي الصفر. أو أنا بحل المعادلة، إكس زائد تانجنت إكس يساوي صفر، وعليه إكس يساوي ناقص تانجنت الإكس. ما هي الزاوية اللي إكس بيساوي ناقص تانجنتها؟ ما هي؟ هي نفسها صفر. يعني إكس يساوي صفر. يعني ما جبت شيء جديد. يعني ما جبت شيء جديد هون. يعني الفتحة إكس وين بنعدم؟ أريد الإجابة. عند الصفر. عند الصفر. بس اف الصفر الصفر. واضح؟ الفتحة إكس ساوى الصفر. نعم عند الصفر. صورة الصفر صفر. انظروا جميعا، إذا الفتحة إكس حكينا هو إكس مربع ناقص تان مربع إكس. راح أعيد هذا الكلام وفق الشرائح، خلوكم معي جميعا طلاب. الفتحة إكس بدل ينعدم، وصلنا إلى عبارة الفتحة إكس مربع ناقص تان مربع إكس، مثل ما اشتقناه توا. الفتحة إكس طلع معنا هو إكس مربع ناقص تان مربع إكس، أليس كذلك؟ لاحظ فطبقت على المتطابقة التربيعية الثالثة، إكس ناقص تانجنت الإكس بإكس زائد تانجنت الإكس، إما القوس الأول يساوي صفر، إكس ناقص تانجنت الإكس يساوي صفر، وعليه إكس يساوي تانجنت الإكس مثل ما قالت أحد زميلاتنا، وعليه إكس يساوي صفر، وإف الصفر هنا صورة الصفر طلعت معي صفر، أليس كذلك؟ أو القوس الثاني يساوي صفر، هذا الكلام كله شرحته. ومنه x يساوي ناقص تانجنت x وعليه x يساوي صفر، يعني نفس النقطة. نفس النقطة. نعم؟ نفس النقطة. هلق إشارة الفتحة على المجال من صفر حتى البيعة 2 هي من إشارة مين؟ من إشارة x ناقص تانجنت x. بدكم تسألوا حالكم سؤال، ليش الأستاذ فتح المجال عند الصفر؟ لأنه مو الدالة انعدمت عند الصفر، الدالة مو انعدمت عند الصفر، يعني أمننا أنه الفتحة يساوي صفر ليس له إشارة عند الصفر. طيب على المجال من صفر المفتوح حتى البيعة، هذا السبب خلاني أفتح المجال، من مين إشارتها؟ إشارتها من إشارة المقدار X ناقص تانجنت X. ما هو السبب؟ السبب لأن X زائد تانجنت X موجب. معلش، لما بتكون الزاوية من الصفر حتى البيعة 2، خلوكم معي جميعا، هاي الدائرة المثلثية، لما بتكون الزاوية من الصفر حتى البيعة 2 شو بيكون التانجنت؟ وين التانجنت؟ موجب. موجب إكس موجب زائد تانجنت موجب، هذا المقدار موجب، ليس له علاقة بالإشارة. الإشارة من إشارة X ناقص تانجنت X. الإشارة من إشارة X ناقص تانجنت X. طبعا طلاب هذا الموضوع لازم تحفظوه، على المجال من الصفر حتى البيعة 2، على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2 لدينا X أصغر من تانجنت X. هذا الكلام من اين حصلنا عليه؟ حصلنا عليه من برهان مبرهنة نهاية ساين الإكس على إكس، لما إكس تسعى إلى الصفر تساوي الواحد، صفحة 18 موجودة في كتاب التحليل. أعلم أن إكس أصغر من تانجنت الإكس، معناته إكس ناقص تانجنت الإكس سالب، أصغر من الصفر، معناته الفتحة إكس سالب على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2. أعيد، إشارة الفتحة على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2 هي من إشارة X ناقص تانجنت X. لماذا؟ لأن X زائد تانجنت X موجب على المجال من الصفر حتى البيعة 2. كويس، على المجال من الصفر حتى البيعة 2 لدينا X أصغر من تانجنت X.
على المجال من صفر حتى البيعة 2 X أصغر من تانجنت X. هذا الكلام من برهان مبرهن صفحة 18 مبرهنة الجيب نهاية صالة X على X لما X على صفر يساوي الواحد. معناته إذا X أصغر من تانجنت X ونقول التانجنت على الطرف اليسار X ناقص تانجنت X أصغر من الصفر معناته الفتحة X سالب لأن إشارة الإكس ناقص تانجنت الإكس سالب وإشارته من إشارة الإكس ناقص تانجنت الإكس معناته الفتحة إكس سالب. هذا الكلام عدناه بنرجع بنعيده إكس أصغر من تانجنت الإكس على المجال من صفر مفتوح تربيعة 2 هذا يؤدي إكس ناقص تانجنت الإكس أصغر من الصفر نعم أي الفتحة إكس سالب على المجال من صفر حتى تربيعة 2. جدول الاضطراد راح يكون بهذا الشكل. انظروا جميع الطلاب إكس الفتحة إكس إف الإكس مجال الدراسي من الصفر حتى البيعة 2 مجال دراستي من الصفر حتى البيعة 2 طلاب الفتحة X ساوى الصفر عند الصفر ساوى الصفر عند الصفر صورة الصفر صفر هذول الصفار الثلاثة حطوا تحت بعض بهذه الأيام الفتحة X ساوى الصفر عند الصفر وصورة الصفر صفر والفتحة X سالب من الصفر المفتوح حتى البيعة 2 فالدالة شو راح تكون ماذا سوف تكون متناقصة ممتاز من السطر الثالث من جدول التغيرات أرى أن F الإكس بدأ من عند الصفر ونزل معناته F الإكس وين بيكون موجود في المجال السالب من السطر الثالث من جدول الاضطراد أرى أن F الإكس أصغر أو تساوي الصفر من السطر الثالث من جدول الاضطراد أرى أن F X أصغر أو يساوي صفر يعني X مكعب زائد تان ال X X مكعب X زائد X مكعب على 3 أصغر أو يساوي تان ال X أي أن المتراجحة محققة نعم لأنتقل إلى المتراجحة الثانية انظر إلى المتراجحة الثانية علي أن أثبت أن X أصغر أو يساوي عفوا تانجنت الإكس أصغر أو يساوي إكس زائد تان الإكس والكل تقريب على 3 بنقر الحدود إلى الطرف الأيسر تانجنت الإكس ناقص إكس ناقص تان معليش هاي التكعيب هي للتان تان مكعب إكس على 3 أصغر أو يساوي الصفر إذا ننقل جميع حدود المتراجحة هذه إلى الطرف الأيسر إذن أنقل جميع حدود المتراجعه هذه إلى الطرف الأيسر أحصل على الشكل تان الإكس ناقص إكس ناقص تان مكعب إكس على 3 أصغر أو يساوي صفر الطرف الأيسر راح سميه دالي هي ولتكن إف إكس أو جي إكس أو إلى غير ذلك راح سميه دالي إف إكس والتي تساوي تان الإكس ناقص إكس ناقص تان مكعب إكس على 3 إذن لاحظ إذن أسمي الطرف الأيسر دالي اسمها F X هاي بعد النقل سميت الطرف الأيسر دالي F X التي تساوي تان X ناقص X ناقص تان X وكل التكعيب على 3 والأثبت أن F X أصغر أو تساوي صفر والأثبت أن F X أصغر أو تساوي صفر إذن F X والتي تساوي تان X ناقص X ناقص تان مكعب X على 3 والأثبت أن F X أصغر أو تساوي الصفر طبعا مجال الدراسي من إين لإين أريد الإجابة مجال الدراسي من الصفر المغلق طبعا هلق أنا راح أدرس اضطراد الدال F على المجال من الصفر المغلق حتى البيعة 2 خلونا نشتقها أنا وياكم F فتحة X يساوي هذه الدالة مشتق التان هو 1 زائد تان مربع X ناقص 1 مشتق X 1 أحسنتي ناقص التلت ليس لها علاقة بالاشتقاق مشتق تان مكعب X 3 ب 3 مربع تان مربع على القوس فتحة خلينا نتذكر مع بعض مشتق جي اس ار أليس هو ار بجي اس ار ناقص واحد بجي فتحة مشتق دالة القوة هو المركبة نعم والتي تساوي واحد
زائد تان مربع اكس ناقص واحد ناقص ثلاثة هون مع ثلاثة هون راحت، تان مربع اكس مضروبة بمشتق التان اللي هي واحد زائد تان مربع اكس. هلا طبعا هاي ناقص واحد راحت مع الواحد، صفى عندي تان مربع اكس ناقص، خلوني ادخل تان مربع على القوس، تان مربع اكس بواحد، تان مربع اكس ناقص تان مربع اكس بزائد تان مربع ناقص تان اس اربعة اكس، تان اس اربعة اكس، اذا ناقص تان اس اربعة اكس، هون اس اربعة للتان وليس للاكس، راحت تان مربع مع ناقص تان مربع، بقى عندي ناقص تانجنت اس اربعة اكس، اذا هاي هي الفتحة اكس، هذا هو المشتق الفتحة اكس والذي يساوي ناقص تانجنت اس اربعة اكس. اذا لاحظوا طلاب الفتحة اكس والذي يساوي ناقص تان اس اربعة اكس، بدنا ندرس اشارته راح نهدمه، هذا يؤدي الفتحة اكس يساوي صفر، معناته ناقص تان اس اربعة اكس يساوي صفر، معناته التان هو الصفر، معناته تانجنت الاكس هو الذي سوف يساوي الصفر، معناته تانجنت الاكس يساوي الصفر. ما هي الزاوية اللي تانجنتها يساوي الصفر؟ اريد الاجابة. اكس تساوي الصفر، هذا يؤدي اف الصفر، خلونا نوجد صورة الصفر، هاي الدالة تانجنت الصفر صفر، ناقص الصفر ناقص صفر بالتكعيب صفر على ثلاثة صفر، يعني صفر ناقص صفر ناقص صفر والذي يساوي صفر، اكس ساوي الصفر، صورة الصفر تساوي الصفر. اذا وبالتالي اف اكس الفتحة اكس تمام، الفتحة اكس عفوا ومنه اكس يساوي صفر، هذا يؤدي اف الصفر تساوي صفر على المجال، نعم اف الصفر يساوي صفر، هلا على المجال من الصفر حتى البيعة 2 قال يكون الفتحة اكس سالبي، لماذا؟ انا بدي اسال حالي السؤال، ليش انا اقول على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2 يكون الفتحة اكس سالبي؟ طلاب الفتحة اكس هي مين؟ هي ناقص تان اس اربعة اكس، انا خلنا ندرس اشارة ليك، انا عندي التان مرفوع لاس زوجي، اي مقدار مرفوع لاس زوجي شو بيكون الناتج؟ اريد الاجابة. اس اثنين موجب مسبوق اشارة ناقص، ماذا سوف يصبح؟ سالب. فتحة اكس اصغر تماما من الصفر على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة، فتحة اكس اصغر تماما من الصفر على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2، يعني فتحة اكس سالبي على المجال من الصفر المفتوح حتى البيعة 2، وعليه يكون جدول الاضطراد هذا الاكس وهذا الفتحة اكس وهي الاف اكس. لاحظوا طلاب مجال دراستي من الصفر حتى البيعة 2 الفتحة اكس انعدم عند الصفر، صورة الصفر صفر، وفتحة اكس من الصفر المفتوح حتى البيعة 2 شو كان؟ سالب، والدالة متناقصة. إذا أمعنا النظر في السطر الثالث من جدول الاضطراد، إذا أمعنا النظر في السطر الثالث من جدول الاضطراد، نعم أرى أن F الإكس بدأت من الصفر هاي الوايات ونزلت، معناته F الإكس وين بتكون موجودة في أي مجال؟ بالمجال الثالث في جدول الاضطراد، أرى أن F الإكس أصغر أو تساوي صفر، من السطر الثالث من جدول الاضطراد أرى أن F الإكس أصغر أو تساوي الصفر، فالمتراجحة الثانية محققة، فالمتراجحة الثانية محققة، نعم. إذن هيك أنا بكون أثبت المتراجحة الأولى والمتراجحة
الثانية، بعدين عم يقول لي ثم أثبت أو احسب قيمة النهاية. شو كانت النهاية؟ خلينا نتذكرها مع بعض. ليميت تانت الإكس ناقص إكس على إكس مكعب. تمام. النهاية. إذا لنثبت صحة النهاية نهاية تان الإكس ناقص إكس على إكس مكعب لما إكس تسعى إلى صفر بقيم أكبر. السبب إنه أنا مجال دراستي من الصفر المفتوح حتى البيعة 2. نعم لحظة طلاب، أو من الصفر نعم مجال دراسي من الصفر المفتوح، وين راح يكون؟ بسبب المقام، بسبب مقام راح يكون مجال الدراسي من الصفر حتى البيعة 2 الصفر المفتوح، وأريد نهاية هذا المقدار عند الصفر. طبعا راح اثبت صحة هذه المبرهنة، نعم، او صحة هذه النهاية راح حلها باستخدام شو؟ باستخدام الإحاطة، باستخدام مبرهن الإحاطة. كيف سوف يتم ذلك؟ سوف احصر الدالة. هاي الدالة راح احصرها بين دالتين. كيف؟ ننطلق من المتراجحتين السابقتين، من المتراجحتين السابقتين وجدنا أن X زائد X مكعب على 3 أصغر أو تساوي تانجنت X، أليس كذلك؟ وبالمقابل تانجنت X أليست أصغر أو تساوي ماذا؟ X زائد مكعب X على 3. المتراجحة الثانية كتبتها صح أنا؟ تأكدوا لي منها؟ نعم استاذ صح. هاتين المتراجحتين انا اثبتهم، هاتين المتراجحتين انا اثبتهم، انه اكس اصغر او اكس زائد اكس مكعب على 3 اصغر او يساوي تانجنت الاكس، والمتراجحه الثانيه تانجنت الاكس اصغر او تساوي اكس زائد تان مكعب اكس على 3. لو امعنت النظر في التان هون وهون، في المتراجحه الاولى كان التان اكبر من هذا المقدار، وفي المتراجحة الثانية كان التان أكبر أصغر من هذا المقدار. من هاتين المتراجحتين نستطيع أن نكتب أحصر التان، نستطيع أن نكتب أنه تانجنت الإكس أكبر أو يساوي الإكس زائد إكس مكعب على 3 أصغر أو يساوي إكس زائد تان مكعب اكس على 3. من هاتين المتراجحتين اللي انا تم اثباتهم، اللي اثبتهم انا هلق، اقول بالاستفاده منهم بدي اكتب انه التان بتنحصر بين مقدارين، اكس زائد اكس مكعب على 3 انا اكبر منه، واكس زائد تان مكعب اكس على 3 انا اصغر منه. نعم بدي ابني جسم الداله. هاي هي الداله الموجوده بين يدي، هاي هي الداله الموجودة بين يدي، راح ابني جسم هذه الدالة. طبعا مشان بناء جسم الدالة اول شيء اللي بعملها ما هي؟ نطرح اكس من اطراف التراجحات. اشارة التراجح ما بتتأثر، اكس ناقص اكس راحت، بقي عندي في الطرف الايسر اكس مكعب على 3 اقصى اليسار هذا، وهنا تان الاكس ناقص اكس أصغر أو يساوي تان مكعب إكس على 3. نعم حتى يكتمل بناء الدالة معي بشكل نظامي أشو بقى عندي؟ بنقسم على إكس مكعب مكعب اللي هي أكبر تماما من الصفر. مين اللي قال لي أكبر تماما من الصفر؟ لأن إكس تسعى إلى الصفر بقيم أكبر، نقسم على إكس مكعب اللي هي أكبر تماما من الصفر لأن X تسعى إلى الصفر بقيم أكبر. انظروا جميعا طلاب، يصبح لدي X مكعب على 3 على X مكعب على 1. طبعا إشارة التراجح بل نحافظ عليها، تان الـ X ناقص X على X مكعب، نعم أصغر أو تساوي باعتبار أنه أنا قسمت على إكس مكعب اللي هي أكبر تماما من الصفر، إشارة التراجح ما تأثرت، وهنا تان مكعب إكس
على 3 على اكس مكعب على 1. هنا البعيدين بس قريبين مقام، اكس مكعب مع اكس مكعب راحت، صفت عندي 1 على 3 اصغر او تساوي تانجنت الاكس ناقص اكس على اكس مكعب. هاي هي الداله المنشوده اللي انا بدي اياها، اصغر او تساوي بعيدين بس قريبين مقام. التلت معلش خلوا لي اياها هون، بيطلع منظرها اجمل. تلت تان مكعب اكس على اكس مكعب. نعم هاي هي اف، وهاي هي الداله الصغيره دي جي، وهاي هي الداله الكبيره اتش. في الواقع نهاية الصغير نهاية التلت، أنا لوين رايح؟ على الصفر. نهاية التلت لما إكس تسعى إلى الصفر ماذا تساوي؟ أريد الإجابة. التلت واحد على ثلاثة. التلت واحد على ثلاثة. صفر. وبنفس الوقت نهاية الكبير. تان مكعب على إكس مكعب، هي ما في نكتبها. كامل إكس على إكس والكل التكعيب. لما اكس تسعى الى صفر كان الاكس على اكس عند الصفر مين بيذكرني اياها؟ وهي مين هي؟ نعم مبرهني قيمتها 1. ايش؟ قيمة المبرهني؟ نعم ما شاء الله عليكم. تلت بواحد للتكعيب والتي تساوي التلت. لاحظوا الدالة الصغيرة سعت الى التلت والدالة الكبيرة سعت الى التلت حسب مبرهنة الإحاطة. أحصل على نهاية تان إكس ناقص إكس على إكس مكعب لما إكس تسعى إلى الصفر تساوي الثلث. حسب مبرهنة الإحاطة الدالة الصغيرة ساعت إلى التلت والدالة الكبيرة ساعت إلى التلت. حسب مبرهنة الإحاطة نهاية تان إكس ناقص إكس على إكس مكعب لما إكس تسعى إلى الصفر يساوي 3. واضح طلابنا حل هذا السؤال؟